احتفل أبناء مدينة القود بمناسبة مولد سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وسط أمنيات بإحلال الأمن والأمان وتحقيق أمان العراقيين ونشر لغة المحبة والتسامح والسلام بين المجتمع العراقي اقتداء بالرسالة المحمدية السمحة. نهني العالم الإسلامي والشعب العراقي بمناسبة ولادتنا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله يا ربي ينعاد علينا بالصحة والسلامة وإزالة الوباء والبلاء. نهني الشعب العراقي والأمة الإسلامية بولادة الولي الأعظم، إن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والعافية. علي الكرار، نبعث لك تهانينا. إجا المختار طيب هنا أماسينا، ونحبكم من قلب ولسان تدرينا، وبحبكم طابت دنيانا. بارك العالم الإسلامي بولادة سيد وخلق الأمة الإسلامية الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن شاء الله نتمنى الأمان والصحة والسلام، يبعد عنا هذا الوباء وترجع الأوضاع مثل قبل وأحسن إن شاء الله. ونتمنى تعيين، نتمنى يعني كل شيء حلو لعراقنا، لأن عراقنا جريح ونتمنى لك كل شيء حلو، وإن شاء الله هاي يعني أمنية كل شخص يحب العراق. مبارك للأمة الإسلامية والعالم الإسلامي بمولد المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الرجل الذي نشر المحبة والسلام وصفى هذه الأمة من عبادة الأصنام. هذه دعوة للجميع لأن يتسامحوا فيما بينهم وصفاء القلوب إن شاء الله، كما بنى النبي محمد الإسلام، علينا أن نبني أنفسنا على هذا النهج المحمدي الأصيل. أن العالم الإسلامي ومراجعنا العظام بذكرى ولادة الرسول الأعظم رسول الأمة للمحبة والتسامح، اليوم تقيم حدائق السيسمان العائلية الحفل السنوي بهذه المناسبة الجميلة بحضور العوائل الواسطية. ستكون فقرات الحفل جميلة جدا بحضور هذه العوائل، أيضا ستكون مسابقات وهدايا مقدمة من إدارة حدائق السيسمان، أيضا توجد فقرات أخرى بمشاهد مسرحية وفقرات الشعر، وإن شاء الله ستكون أوقات ممتعة إن شاء الله. نبارك للأمة الإسلامية بمناسبة مولود النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شاء الله خير وصحة وسلام على شعبنا وعلى بلد العراق الحبيب. إن شاء الله ندعو للعالم للتسامح، لأنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان نبي الرحمة والإنسانية.